السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متابعي ومشاهدي قناة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة سوف أوضح لكم الطريقة الصحيحة للدخول إلى موقع الخاص بالهجرة لمعرفة يعني النتيجة النهائية. هناك العديد من الإخوان اليوم واجهوا يعني صعوبة في الولوج إلى الموقع. أريد فقط أن أوضح أن الموقع خلال الساعات الأولى لبدء يعني الإعلان عن نتائج القرعة الأمريكية كان هناك ضغط كبير على الموقع، وحاولت مرارا وتكرارا الدخول على الموقع للتأكد من هذا الأمر، وكان الأمر يعني صحيحا، كان هناك ضغط وضغط كبير. لكن بالنسبة للإخوان الذين ما زالوا لم يحاولوا الدخول على الموقع، ففي هذا الفيديو سوف أوضح لكم الطريقة الصحيحة بدون يعني تأخير وبدون أي شيء. سوف أدخل في الموضوع. أولا يجب عليكم الدخول إلى الموقع الموجود أسفل هذا الفيديو كما تلاحظون على الشاشة، وسوف تظهر لكم هذه الصفحة الأولى. كل ما عليكم القيام به هو أولا الضغط على هذا الزر الأزرق وما يسمى بالتشيك ستاتيو. عندما تضغطون عليه سيأخذكم إلى هذه الصفحة التي يرحبون بكم فيها. بعد ذلك تضغطون على كلمة continue هذه أو تابع. عندما تضغط على كلمة continue سوف يأخذك إلى هذه الصفحة. في هذه الصفحة يجب عليك إدخال المعلومات المطلوبة. أولا يطلب منك الconfirmation number. الconfirmation number تحصل عليه عندما قمت بالتقديم لأول مرة في أكتوبر. آنذاك عندما تقدم آخر صفحة يظهر فيها الconfirmation number ويبتدئ ب 2020 عوض 2019، لأن هذه الصور مأخوذة أول أمس من الموقع. لذلك سوف تجدون بأن الconfirmation number يبتدئ ب 2020 وليس 2019. بعد ذلك تقومون بإدخال اللاست نيم وهو الاسم العائلي أو الكنية أو لقب العائلة، وليس اسمك الشخصي، الاسم العائلي. ثم تنتقلون إلى النقطة الثالثة وهي year of birth أو تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد بالضبط، ليس التاريخ الكامل لكن السنة فقط. يطلب منكم إدخال السنة فقط، يعني مثلا مواليد 1980، مواليد 1995، مواليد سنة 2000 وغيرها وهكذا. ثم ننتقل إلى الأوثنتيكيشن. الأوثنتيكيشن هو هذا رقم 4. كل ما يطلب منكم هو إدخال الكابتشا أو الرقم الذي يظهر لكم أو الرموز التي تظهر لكم، يعني كل واحد سوف يظهر له رقم مخالف للآخر. أوكي. بعد ذلك عندما تقومون بإدخال ذلك الرمز تضغطون على كلمة سبميت، وأن ذلك سوف تظهر لكم النتيجة إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى أن الكل يشاهد أو يجد نفسه محظوظا هذه السنة، وكلمة has been selected هي التي تعني أنه تم انتقاؤك في القرعة الأمريكية. الآن الشطر الثاني من هذا الفيديو سوف أوضح فيه بالنسبة للإخوان الذين فقدوا الconfirmation number. فقدوا الconfirmation number يعني ضاع منهم. في هذه الحالة لديك الحق لمعرفة يعني النتيجة، لأن هناك العديد من الناس يقولون أنني ضاع مني الconfirmation number بمعنى أنه ضاع مني الأمل في الوصول إلى النتيجة. أقول لا، حتى إذا ضاع منك الconfirmation number يمكنك الدخول إلى الموقع ومعرفة النتائج. بالنسبة للإخوة الذين ضاع منهم الconfirmation number، كل ما عليكم القيام به هو الضغط على forget confirmation number. forget confirmation number هذا الذي قمت بعمل دائرة حوله. أوكي. عندما تضغطون على confirmation number يأخذكم إلى هذه الصفحة. في هذه الصفحة بالطبع كما قلت عوض 2019 سوف تجدون 2020. تقومون باختيار السنة وهي 2020 كاختيار في هذا الاختيار الأول، ثم تنتقلون إلى الجزء الثاني وهو المخصص للنيم. هنا يطلب منكم في هذه الحالة إدخال اللاست نيم وهو اسم العائلة،
وإدخال الفيرست نيم وهو اسمك الشخصي الذي ينادوك الناس به. بالنسبة للميد نيم، بالنسبة للإخوة الذين ليس لهم ميد نيم، يمكنهم اختيار هذه العلامة نو ميد نيم، نو ميد نيم بمعنى أن ليس لهم ميد نيم. بعد ذلك ننتقل إلى هذه الصفحة كما تلاحظون وهو رقم 3. هنا يطلب منكم تاريخ الميلاد بمعنى الشهر اليوم والسنة، الشهر اليوم والسنة، قوموا بإدخال هذه المعلومات كما هي، اليوم الشهر اليوم السنة. ثم بعد ذلك يطلب منكم الإيميل الشخصي أو البريد الإلكتروني الذي استعملتموه يوم التقديم على القرعة. إذا كان عندكم بريد إلكتروني استعملتموه يوم التقديم على القرعة الأمريكية فقوموا بإدخاله في هذا الفراغ. أوكي. بعد ذلك النقطة الخامسة وهي الأوتنتيكيشن، وهي عندما يطلب منكم إدخال هذه الرموز كما تلاحظون. هذا فقط مثال كما أريد فقط التوضيح، يطلب منكم إدخال هذه الرموز وأنا ذاك يعني تضغطون على كلمة سبمت ويأخذكم إلى يعني النتيجة. هذا بكل اختصار الطريقة الوحيدة لمعرفة يعني هل تم اختيارك أو انتقاؤك في القرعة الأمريكية أو لم يتم انتقاؤك. وأريد أن أحذر أن هناك بعض المواقع الموجودة على الأنترنت التي تدعي بأنها يمكنها مساعدة أي شخص ضاع منه الكونفيرميشن نمبر بأن بأنهم يمكنهم الدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة لك وذلك بمقابل مالي. فكما قلت القرعة الأمريكية هي يعني عند التقديم وعند معرفة النتائج فذلك مجاني مجاني. حذاري من يعني المواقع النصابة، كل واحد أو كل شخص يمكنه الدخول على هذا الموقع ومعرفة النتيجة النهائية بدون أي مساعدة من أي شخص وبدون دفع المال لأي شخص وغيرها من هذا الأمر. مرة أخرى هذه هي الطريقة الصحيحة وأتمنى أن هذه المعلومات تكون مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.